السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة الوجيزة إن شاء الله، دائما من أجل يعني مثلا تأكيد ما قمنا به في الحلقة الماضية بخصوص يعني تثبيت برنامج لوتو كاتالكوفاديس على النظام الافتراضي باستعمال فيموير. الآن سنقوم بتجريب برنامج قديم جدا كان يعني يستعمل في السودوس، ألا وهو كالتوب الذي يستعمله توبوغرافيون في العديد من الحسابات الخاصة بالتوبوغرافيا. الآن يعني سأنتقل إلى تثبيت البرنامج وعمل بعض التطبيقات أو يعني شرح كيفية استعمال هذا البرنامج. الشكل سويفون ديماري، ننتظر لتما ينتهي سويفون كيتي. الآن فهو يظهر على هذا الشكل، نقوم بدبل كليك على البرنامج ثم يشتغل، ثم فهو يظهر على هذا الشكل. الآن مثلا إذا أردنا مثلا الدخول إلى فيشي، نقوم بالضغط على Alt ثم الحرف الأول من يعني القائمة التي توجد في الأعلى، مثلا في شيء Alt F. يعني هل نريد مثلا أن نقوم يعني بخلق يعني ملف جديد أو مثلا شرح شيئا في شيء مثلا إلى غير ذلك. للرجوع إلى الوراء نقوم ب Shop مثلا. بالنسبة للاختيار الثاني Point يعني Alt P، سندخل مثلا انتري لي بوين، مثلا انا اريد مثلا ان اقوم بادخال النقط، مثلا يعني قمت يعني ان لوفي توبوغرافيك سور تيران، ساقوم بالت انتري مثلا هل هي اكس ايغريك ام اكس ايغريك زد، مثلا اكس ايغريك سيظهر يعني جدول على هذا الشكل. اقوم بادخال رقم النقطه مثلا واحد ثم الضغط على انتري، اقوم مثلا بادخال اكس انتري، اقوم بادخال ايغريك انتري، مثلا الرقم يعني النقطه الثانيه انتري مثلا اكس ايغريك انتري النقطه الثالثه، وهكذا دواليك الى ان انتهي مثلا من ادخال النقط الخاصه بي، فهو سيقوم بتسجيلها اوتوماتيكيا. دائما Alt P بالنسبه مثلا اذا كنت تتوفر على ليست خاصه مثلا بالنقاط، يمكنك مثلا ان تقوم يعني بالامبورطاسيون الخاص بها، لا موديفيكاسيون، لا فيزواليزاسيون الى غير ذلك. سنذهب مثلا الى الخانه الخاصه بالكالكول، ك يعني Alt دائما C يعني كالكول جيزمو ديستانس جي زيرو شومينمون كارني مانويل بوان رايونمون امبلونطاسيون غير ذلك. الان مثلا سنجرب جيزمو ديستانس، يعني ستظهر الخانه على هذا الشكل، يعني نفس يعني الجدول الاخير، لكن فقط اذا قمنا بادخال في نيميرو دو بوان واحد ثم ضغطنا على اوكي سيقوم بالامبورطاسيون ب يعني النقط التي قمنا بادخالها في بوان ستلاحظون فهي موجوده. مثلا سادخل الرقم 2 انتري، تلاحظون لقد قام بحساب الجيزمون ثم لا ديستونس. هي برامج كانت تستعمل قبل ظهور يعني التوبوجين على صيغته الحاليه. دائما اشب الرجوع الى الوراء. بالنسبة للاختيار الآخر مثلا Alt E يعني كالكول دو دغوات دغوات ديكالي لي سيركل إلى غير ذلك روليفمون، يعني فهو برنامج يعني خاص بالهندسة الطبوغرافية كان يستعمل قديما. كذلك Alt D يعني كاين هناك تريونغلاسيون كالكول دو سيرفاس، مثلا إذا دخلنا كالكول دو سيرفاس النقط التي قمنا بإدخالها الأولى اثنين ثلاثة، قمت بالضغط على انتر مرة اخرى تلاحظون انه قام بحساب المساحة. يعني هذا ما يوجد في الموضع يعني بكل سهولة، يمكن مثلا لهذه النافذة الافتراضية تشغيل جميع البرامج الهندسية القديمة، لان هناك يعني هناك نسخ جديدة يعني يمكن تثبيتها على الويندوز 64، لكن هناك من يعني اعتاد يعني العمل على بعض البرامج القديمة وبالتالي يجد صعوبة مثلا في العمل على بعض البرامج الحديثة، وبالتالي فهذا حل من الحلول يمكنك استعمالها من أجل تجاوز هذا المشكل. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء إلى حلقة أخرى.